السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة وأمن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، قررت تغيير استراتيجيتها ولجأت مضطرة إلى الإبقاء على فئة كبيرة من المرضى في منازلهم وتقديم العلاج لهم هناك. ووفقا لذات المصادر، فإن الوزارة ستستقبل في المستشفيات المرضى المسنين أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو الذين تدهورت حالتهم الصحية بعد إصابتهم بالعدوى، بينما سيبقى الآخرون الذين بالكتظاهر عليهم أعراض المرض في منازلهم في إطار الحجر الصحي تحت إشراف لجنة طبية ستتكفل بتقديم العلاج لهم. وأضافت ذات المصادر أن هذا البروتوكول الجديد سيطبق في المدن التي تعرف تسجيل عدد مرتفع من الإصابات اليومية الجديدة، وذلك من أجل الإبقاء على المستشفيات قادرة على استقبال الحالات الصعبة والمعرضة للخطر. نشكركم على حسن المتابعة.